أولا يعني برحب بيكم الأول في الهيئة الوطنية للصحافة، وببارك ليكم في بوابة دار الهلال بعد إعادة تطويرها. ويعني أنا إن شاء الله حاسس إن هي بوابة تليق بمؤسسة عريقة، وهي تعتبر من أعرق وأقدم المؤسسات الصحفية القومية، مش في مصر بس، ده في مصر والعالم العربي. ويعني هذه المؤسسة كان لها دور كبير جدا في تنشيط حركة الأدب المصري، وهي تعتبر جزء من تاريخ مصر. هرجع لسؤالك، من سنة 89 كنت أول، أنا أسمع عنها طبعا من زمان، بس من سنة 89 أول مرة كنت أدخل فيها دار الهلال. وأنا كان داخل عشان إن أنا أصلح ماكينة طباعة عندكم، ومن ساعتها تقريبا وأنا مرتبط وبحب مؤسسة، لأن أنا يعني شفت إصداراتها وكنت متابع إصداراتها، متابع الكواكب، متابع حواء، متابع المصور، متابع مجلة الهلال، حتى تربينا على روايات الهلال، يعني إصدارات حتى طبيبك الخاص كنا برضو متابعينه. فإصدارات عظيمة لمؤسسة عظيمة. فطبعا من 89 بقى أشوف من كام سنة يعني دخلتها، مش اعرفها، دخلتها واشتغلت عليها قبل حتى ما اشتغل في المؤسسات الصحفيه خالص. شوف اسماء عظيمه، منها طبعا احمد بهاء الدين، ومرورا طبعا بالله يرحمه الاستاذ مكرم احمد، يعني قمم من قمم من قمم من من دار الهلال. كمان في، انا اذكرني كانت تقريبا اول رئيسه تحرير لحواء الأستاذة أمينة السعيد، ودي تقريبا كانت برضو يعني أول رئيسة تحرير تتولى مجلة يمكن في مصر كلها في هذا العصر. وطبعا مش عايزين نقول بس القدامى، لكن في طبعا ناس كتيرة جدا، شباب موجود، رؤساء تحرير حاليا موجود، رؤساء تحرير سابقين موجود، صحفيين على أعلى مستوى مهني أنا أعلم وعارفهم بالاسم كمان. وديت أنا دايما بقول إن هي في تواصل أجيال في مؤسسة دار الهلال، وفي قمم راحت وفي قمم موجودة حاليا، في الأجيال فيها تواصل يعني موجود. أنت كان عندكم إصدار للأطفال، يعني أنا حزين إن هو طبعا خرج من عندكم، كان إصدار مميز للغاية. ماشي، ده كان بصراحة الكل الأجيال اتربوا على هذا الإصدار، وكان إصدار يعني مش للأطفال بس، ده كان فيه يعني، لأنه كان فعلا حاجة جميلة جدا، كل واحد يعني يقرأ اللي موجود فيه، يقرأ القصص اللي موجودة فيها، يعرف العالم الآخر اللي موجود فيه. فديت كانت من ضمن الحاجات تقريبا مميزة في ومن علامات دار الهلال. طبعا يعني يمكن للأسف خرجت من عندكم، أي نعم في عندكم مجلة أطفال موجودة، أتمنى من القائمين عليها إن هم يحذوا نفس حذو المجلة السابقة. دار الهلال زي ما احنا قلنا من أعرق المؤسسات اللي موجودة، مش في الأدب بس، في الثقافة برضو كان لها تراث كبير جدا في مجال الأطفال وما زالت. مؤسسة دار الهلال يعني أنا بقول تمتلك ثروة هائلة من الكنوز التاريخية. يعني أنا بقول دايما عند دار الهلال في كنوز ثقافية أدبية، في مجلدات، في كتب، في تراث أرشيفي هائل. أتمنى أن احنا
يتم استغلال هذا التراث في الطريق الصحيح، لان ده كنز مش متوفر لمؤسسات كثيرة. انا عايز اولاد دار الهلال، اولاد مؤسسة دار الهلال يحطوا ايديهم على هذا الكنز. وانا اعرف كويس جدا ان في ناس يعني كان ليها تجارب، انا بس عايز التجربة تكتمل بالطريقة الصحيحة، لان ده حاجة تراث. عارف التراث احنا يعني حاجة مش هتلاقيها في حد، عندكم صور نادرة جدا جدا مش هتلاقيها في اي حتة، عندكم مجلدات مش موجودة في اي مكان، او يعني في اماكن اخرى بس ده انتوا تمتازوا بهذا. مؤلفات كمان لاعظم الكتاب اللي موجودين والروائيين والمفكرين المصريين. انا اعلم كويس جدا بالثروة الثقافية اللي موجودة في دار الهلال، بس ان احنا عايزين ان احنا يعني نحاول كده يعني نحطها في الطريق الصح، نحاول نشتغل عليها في اللي جاي. ده بايد ابنائها، دايما انا بقول ابنائها، وانا اعلم كويس جدا انهم حريصين جدا على نجاح دار الهلال واستمرار دار الهلال. احنا كمان كهيئة وطنية للصحافة من اول يوم ما جينا احنا هنا تقريبا داعمين بكل ما نملك لمؤسسة دار الهلال في الفترة اللي احنا جينا فيها، لان انا اعلم تماما تماما بقيمة مؤسسة عظيمة زي مؤسسة دار الهلال. شوف انا طبعا انا متابع جيد للبوابات المؤسسات الصحفية القومية، حتى المؤسسات الخاصة، لان دايما بعمل مقارنات، لان احنا بنعمل هنا رصد يومي لجميع البوابات اللي موجودة، بنشوف الاخبار، تنوع الاخبار، بنشوف كم خبر في اليوم. وحتى كمان انا ببعت لرئيس التحرير بقول له رئيس التحرير انت عندك الاخبار اقل، الاخبار ليه؟ لان انا عارف كويس جدا ان كل رئيس تحرير بوابة عايز ينجح، وده يعني انا اعلمها كويس جدا جدا، وفي منافسة شريفة بين الكل، وانا داعم ليهم، انا داعم ليهم اذا كان في تطوير في البنية الاساسية او الانفراستراكشر انا ما عنديش مشكلة خالص، لان ده هو ده يعني مستقبل. مش معناها ان احنا هنهمل الورقي، لا، الورقي لحد ما موجود، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نلاقي له طريقة تانية، وهي طريقة يعني تفاعلية اكثر، برضو عن طريق الديجيتال، يعني في طرق بنحاول نفكر فيها على اساس ان احنا يستمر الورقي، بس يستمر الورقي يعاصر هذا التطور التكنولوجي اللي هو موجود. شوف هو طبعا يعني احنا مسكنا في فترة صعبة جدا في فترة كورونا، وانت عارف طبعا المؤسسات الصحفية يعني كانت بتعاني من أزمة سيولة، كانت بتعاني من مشاكل كثيرة جدا، مش من السنة اللي فاتت اللي قبلها، كانت تعاني من سنين كثيرة جدا، كانت بتعاني من مديونيات سابقة، يعني تقسم أي وسط أي حد، ولكن خلاص أصبحت إحنا دلوقتي بنتعامل، دي مشاكل موجودة، المشاكل اللي موجودة لازم هنخترق، وبدأنا فعلا نخترق. ليه؟ لأن إحنا مش هنحوم حوالين المشكلة ونسيبها للي بعدينا تكون المشكلة أكبر فأكبر، لا، إحنا طريقتنا بندخل المشكلة حتى لو فيها صعوبة بنحاول إن إحنا نحل، لأن وجود مؤسسات قومية قوية هو ده هدفنا. عشان كده دايما العامل البشري مهم، عايز الناس المخلصة في المؤسسات الصحفية اللي بينتموا لمؤسساتهم، مش انتماء بالكلام فقط، لان الكلام لا يكفي، احنا عايزين العمل ثم العمل، هي دي عنوان المرحلة القادمة، العمل ثم العمل وليس الكلام. شوفوا هو القانون واضح جدا، حدد دور رئيس مجلس إدارة وحدد دور رئيس التحرير، مفيش تعارض بين الاثنين. كل ما تمناه وده اللي احنا بنعمله حاليا، يكون في تعاون وثيق بين رئيس مجلس إدارة ورؤساء التحرير. رئيس مجلس إدارة دوره ان هو بيعمل دعم لوجستي لرئيس التحرير، رئيس التحرير مسؤول مسؤولية كاملة عن المحتوى الصحفي. أنا بدأ الفترة القادمة، إحنا عايزين محتوى صحفي يليق باسم الإصدار، لأن الإصدارات بتاعتنا كلها، أنت عندك مثلا
المصور. المصور من 1924، يعني تاريخ تاريخ. والكواكب برضو قديم، يعني كل الإصدارات، الهلال نفس القصة، فإصدارات لها تاريخ. المحتوى هو اللي بيعمل قيمة أكثر وأكثر بالنسبة للإصدار. أنا عارف كويس جدا إن طبعا في ناس ما كملتش 8 شهور أو 9 شهور، بحاول أساعدهم إذا كان مادي أو إداري أو أي حاجة بقدر، لنا في قدرتي إن أنا بساعد، أنا بساعد. ليه؟ لأن أكتر واحد عايز المؤسسات تنهض وتنجح والإصدارات نفس القصة هو أنا، لأن دي منظومة وأنا بحافظ على هذه المنظومة وبحافظ على المؤسسات الصحفية، وده دوري. أبناء دار الهلال أنا يعني أعرفهم تقريبا، إذا كان عاملين أو إذا كان صحفيين أو إذا كان، أعرفهم كويس جدا، وناس يعني على قدر من المسؤولية. أتمنى، أنا عارف طبعا في ظروف صعبة، المؤسسة يعني تعرضت لفترات صعبة كثيرة جدا جدا أثرت على وضعها المالي والإداري، أنا أعلم هذا مش من النهاردة، لا من يمكن النهاردة إلى حد ما، يعني بنحاول مع بعض، بنحاول نشتغل، أي نعم مش في أحسن الأحوال، ولكن خطوة على الطريق. أنا يعني بنعمل تقييم كل 3 شهور للمؤسسات الصحفية، منها مؤسسة الهلال، في سنة تقدم، ده يعني إلى حد ما بيبقى فيه أمل. فأنا عشان كده دايما دايما بقول أبنائها هم سر نجاح، ده أنا دايما بقولها، هم سر نجاحها، سر نجاحها، وهم تقريبا الوحيدين اللي هم القادرين على النهوض بها والحفاظ عليها. أنا بدعم، ده دوري، لأن أنا عايز أحافظ على المؤسسة وحافظ على المؤسسات، ولكن رد الفعل من الجانب الآخر أنا عايزه أقوى وأكتر، على أساس أن احنا نمشي الاثنين في تراك واحد، لأن هو ده الأفضل. ولا يعني كفانا بقى اختلافات، الاختلافات دي أخرتنا كتير جدا جدا جدا، ما عادش في وقت تاني أن احنا يعني نقعد نختلف، ما فيش أصلا رفاهية للوقت، الوقت بيبدأ يدهننا، بالعكس احنا عايزين بكرة يبقى أفضل من النهاردة وهكذا. شوف يعني احنا لسه في البداية، يعني عشان أقيمك أقول لك أنت يعني لو في الأليكسا رقم كام، إحنا لسه إحنا في البداية، ولكن ممكن التقييم هيبقى كل 3 شهور. يعني إذا كنا رقمنا إكس دلوقتي، لا أنا عايز بعد 3 شهور، أنا يعني مش هستنى، أنا عايز يبقى فيه تطور أكتر، عايز يبقى، أتمنى في العشر الأوائل يكون بوابة دار الهلال بالنسبة لبوابات مصر كلها، أتمنى هذا. وأنا يعني شايف أن أنتوا معظمكم شباب موجود، أي نعم كانت في مشاكل، بنحاول يعني من يوم ما جينا نحاول نحل جزء من هذه المشاكل، ولكن هنصبر شوية، هنصبر مع بعض، وأنا متأكد لو إحنا صبرنا مع بعض النتيجة هتبقى أفضل بكثير. العمل ثم العمل والاجتهاد، ودايما حط نفسك أنت في عندك في منافسة، في عندك بوابات أخرى، أنت عندك إمكانيات البشرية، ممكن إمكانيات المادية واحدة واحدة تيجي، أنا عايزهم يصبروا شوية، عايزهم إن هم يجتهدوا، يشتغلوا 24 ساعة في اليوم، على أساس أن أنا عايز في النهاية النتيجة إن شاء الله تكون إيجابية، وده اللي احنا عايزينه. طبعا يعني انا اول يعني ما تولينا كانت البوابه، يعني انا بشكر طبعا اللي عملوها، ولكن يعني انا كان من وجهه نظرنا ان هي في افضل من هنا. يمكن اول ما جيت على طول استاذ خالد ناجي قلت له ابدا، شوف، ابدا طور وانا معاك، ابدا طور، اشتغل، شوف انت الشكل اللي انت عايزه، الديزاين اللي انت عايزه. وبالفعل يعني انا شايف الديزاين الجديد ديزاين مرن، ديزاين يليق بمؤسسه عريقه، فاحنا عايزين نبدا يعني نشتغل بجد، نبدا نضخ عليها ارقام، عليها قصدي اخبار متنوعه،
وانا شايف طبعا في تلفزيون نهر الهلال وده يعني قوي، فابداوا اشتغلوا فيه انتوا الباور بتاع البوابه والمؤسسه، لان انتوا الشباب وانا متاكد ان انتوا يعني ناس بتشتغل للمؤسسه مش لحاجه شخصيه، وده الاهم.